قلت لكم كنت أظن أن الإنسان المغربي والإنسان الجزائري هكذا كذا يعني شيء واحد، أمازيغ عرب، اللهجة نفس اللهجة، الفكر نفس الفكر، جغرافيا نفس الجغرافيا، أو كان عندي قناعة أنه المفترض أن يكونوا هكذا. بس عندما قبل أن أدخل وأحتك بالشعبين بشكل كامل، بناس من داخل الجزائر وبناس من داخل المغرب، وأدخل في هذا الصراع، اكتشفت أنني كنت واهم، أنني كنت غلطان، وأنه لا الإنسان الجزائري لا يشبه المغربي في شيء. هذه قناعة أشوفه، قناعة أثبتها لي أيضا أمس متداخل في لايف التيك توك، قال لي كلام مقنع أنا نفسي كان يتردد داخلي، بس ما تجرأت أقوله لأنه قناعة بصراحة كذا خطيرة، أنه أنت تكبر وتنشأ على أنه المغربي والجزائري شيء واحد. اللهم أنها أفسدت أخلاقهم أو الحروب والمشاكل هذا التي، لكن تكتشف أنه وين المغربي من الجزائري؟ يمكن لا يجمعهم إلا اللهجة، والتي هي مختلفة أيضا، ويجمعهم الشكل الإنساني هكذا، أنه معاهم عينين ولسانا وشفتين ويدين بس، لكن روحيا وين روح المغربي من روح الجزائري؟ يعني منين؟ أنا أذكر لكم الآن في العموم، في الذي هو ظاهر لي، ستقولون في جزائريين طيبين هم يشتركون مع المغاربة في كل شيء. أنا أحكم بما أرى الآن، هذول الجزائريين الطيبين والمحترمين والذين يشبهون المغاربة في كل شيء مو موجودين الآن، فبالتالي لا حكم لهم لأنه مش موجودين أو مضطهدين أو مقهورين أو مهمشين، لا ندري. لكن حسب ما أرى اليوم في الواجهة، وأقل شيء من يدورون في فلك النظام التبوني الحالي اليوم، أنه المغربي شيء والجزائري شيء، لا يشبهون بعضا أبدا على المستوى الفكري. جي تلاقي مغربي قاري دارس فاهم، عنده أدوات الحوار، عنده مجال للخلاف، عنده هامش أنك تختلف معه، عندك طريقة تقدر تتحاور معه. تجي للإنسان التبوني تلاقي ثور هائج، ثور لا فكر ولا حاجة، ثور كله مثل البركان يقارح، يعني يتخانق معك أرجلة الجزائري أرجلة ثنتين ما يتفقنش مع بعض، فكريا روحيا حتى خلقيا تلقى في المغاربة دماثة أخلاق، تلقى فيهم حمرة خجل، تلقى فيهم قيام، تلقى فيهم حاجة اسمها حياة، تلقى فيهم حاجة اسمها عيب، تلقى فيهم هذاك الكائن الآخر ولا فكريا سياسيا إنسانيا حتى اجتماعيا مختلفين تماما والله العظيم يا جماعة. وأنا داري الآن بيجي لي واحد شقلي الأسطوانة أنت تشق تمزق وتشق وتثير بلا ثير بلا بطيخ يا أخي، قر أنت وهو قال لك تثير. أنا قاعد أقول لكم الآن قناعات يا أخي، الذي بيعجبهم الكلام هذا يعجبهم، والذي ما يعجبهمش أقسم بالله. أنا احتكيت بالكل، يعني مثلا الإنسان المغربي بكل عيوبه تستطيع أن تتعامل معه تعامل إنساني، تحس إنك أمام بني آدم، ممكن تتفق معه، ممكن تختلف معه، ممكن حتى تشتبك معه فكريا، بدون ما تلغي إنسانيتك، بدون ما يكون ثور هائج، بدون ما يفقد توازنه، بدون ما يفقد أخلاقه. هذا ولاك الطرف الآخر ما فيش حتى هامش بنانة واحدة، قدامك كتلة لحم تسمى بني آدم، عقل ماكو كما يقول العراقيين، عقل ما أدري من ذي شلة في المدينة، أخلاق ما فيش، هامش فكري روحي سياسي ما فيش، أمامك كتلة لحم مندفعة متشنجة ثور هائج، بس انت مثل هذاك الأسبان هذاك حطوا له هذيك الشارع الحمراء، يعني ينفع للحارث ما ينفع للصراع الفكري، الصراع السياسي والاختلاف السياسي. الكائن التبوني يصبح تحرث به، تناطح به، تروح به سباق في أسبانيا، شيء من هذا القبيل. هذه قناعة والله يا جماعة أنها صدمتني، وأكدتها الأحداث الأخيرة بما لا يدع مجال للشك على أن الإنسان المغربي لا يشبه الإنسان الجزائري في شيء، على الأقل ما يظهر لنا الآن. أو خلونا يعني نكون دقيقين شوية أكثر، أو أنهم كانوا يتشابهون ربما في قديم الزمان منذ الأزل. خلوني أكون شوية متفائل، أقول ربما أن الإنسان الجزائري كان نسخة من أخيه المغربي، إلى أن جاء العسكر وأفسدوا كل شيء، أفسدوا أخلاقهم، أفسدوا قيمهم، أفسدوا هويتهم، أفسدوا تاريخهم، أفسدوا كل حاجة للإنسان الجزائري، وحولوا إلى مسخ ثور هائج. هذا الذي يظهر للناس عن
يعني تركيبة الأخ أو الإنسان الجزائري للأسف الشديد. إذن هذه أول قناعة أنا يعني أبوح بها من ضمن الأشياء التي أنا أستفيدها في هذا الملف بشكل مستمر وبشكل دائم. كل يوم أستفيد معلومة، كل يوم أستفيد شيء، كل يوم يعني يعني من يوم أنا بدأت أفهم الواقع كل قناعة تصدر لي أنا هنا أقولها. الحرية في المغرب، وهذا بيت القصيد في هذا المقطع. أمس في أخت صحراوية مغربية أصيلة وطنية حرة شريفة تعجبني، هذا المتداخلة تعجبني بزاف. يعني أنا بصراحة المتداخلات الصحراويات أفضل من الصحراويين. أنا لاحظت كانت تأتي عندي في اللايف متداخلات صحراويات يا أخي قويات جدا، قويات المغربيات الصحراويات لما يدافعين تحس نفس كذا وطني عجيب. كانت عندي أمس واحدة اسمها مريم صحراوية، فتقول لي شيء أنه الانفصاليين موجودين في المدن المغربية، الأقاليم الجنوبية موجودين في العيون، موجودين في بوجدور، موجودين في الداخلة وقلميم وطنطان في كل مكان، ويدخلوا البلاد ويسرحوا ويمشوا، والحكومات تدري، وحتى متنكرين لشيء اسمه ملكية ويعتبرون الملك محمد السادس هذا محتل لأرضهم، ولا يدين له لا بولاء ولا ببيعة ولا بشيء، ويدخلوا ويخرجوا بعضهم بجواز مغربي، جواز مغربي وبعضهم بجوازات أجنبية. قالت نجلس معاهم، قالت لي نجلس معاهم نقنعهم، هي تقول أقنعناهم، تقول أنهم شلدمة قليلون، يعني تقول هم ليسوا بتلك الكثرة لكنهم موجودين في الضوء يعملون، يعني يتكلمون عادي. هو رأيي، تقول هو لا يوجد لهم أي نشاط سياسي، هم ما يعملوش أي شيء، بس في الجلسات في الجلسات العائلية في القهوة في أي شيء تلاحظ أنه أنا قاعد تلفتنا الكلاب، اللي كان في كلاب الآن اللعاب، الكلاب مسك في يدي قاعد الآن قلق من حولي لعل وعسى يعني ينط لي كلب. أيوة يا مريم، قالت والله نقعد معاهم ونقنعهم وما زالوا هم متبنين مسألة الانفصال. يعني كيف؟ أنا الذي أعرفه هنا أن الوحدة الترابية للمغرب قضية أساسية، يعني ما فيش فيها وسط، هو إما أن تكون مع الوحدة الترابية وتكون مع المغرب، أنا أتكلم عن المغاربة الآن أو الصحراويين الذين ينكرون أنهم مغاربة، هو إما أن تكون مغربيا مع الصحراء المغربية أو تكون انفصاليا مع البوليزاريو، ما فيش حاجة اسمها وسط. والمغاربة يعتبرون هذا القضية، قضية الوحدة الترابية والصحراء المغربية، قضية يقيم على أساسها الناس، حتى الدول تقيم على هذا الأساس الذي هو يعترف بمغربيتنا بمغربية الصحراء، فهو بنا ونحن منه حتى اختلفنا في بقية الأمور، الذي لا يعترف لا يعترف. إذن هؤلاء الناس الذي يسرحوا، طبعا أنا يا أخواني أنا أتساءل، أحد يقول لي أنت الآن ستملي على الدولة، أنت اليمني أسعد الشرعي تيجي الآن تفهم الدولة المغربية ماذا تفعل وكيف تفعل ولا تفعل لا 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 حاشا لا، أنتم أدرى بشؤون بلادكم، أهل المغرب أدرى بشعابها، ودولتكم تدرك ماذا تفعل، ومخابراتكم تعرف ماذا تفعل، لكن أنا هنا أتساءل كواحد ناشط ومهتم في هذا الملف، أنا ما قادر استوعب أنه انفصالي مغربي، مغربي لا يقول أنه مغربي، ولك أنا صحراوي وقد يأتي بجواز مغربي ويستفيد من التنقل ويدخل ويسرح ويمرح ويجي، وهم يعلمون به أنه انفصالي ويخلوه ويعيش في هكرة. أنا بصراحة هذا الوضع ماذا أصنفها أنا؟ كيف أصنفها؟ أنا حسب ما أعرف من المغاربة أن دعوة الانفصال مجرمة، حتى من غير أهل البلاد، من غير البلاد الذي يؤمن بانفصال شيء اسمه جمهورية الصحراء عن المغرب، هذا مجرم على مستوى الدولة وعلى فلماذا يسمح لهؤلاء؟ أنا حتى نفسي أنا في 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 العيون، عندما كنت في العيون تحديدا وأنا أعمل اللايف، يجي لي واحد بسيارته ينزلها، يا عميل المخزن الصحراء غربية وسننفصل داخل العيون، والله العظيم قالوها لي وأنا في اللايف على أساس إنه أنا يعتبروني عميل المخزن. هو ماشي بسيارته وعنده عائلة وبيسرح ويمرح داخل العيون. أنا بصراحة ما قدرت أفهم هذا الموضوع، يعني هل هذا يدخل تحت إطار حرية الرأي؟ أنا أعرف أن عندكم ما شاء الله، أنتم عندكم هامش في المغرب تختلفوا وتتبنوا أفكار عادي، ما حدا يقمعكم، هذا شيء أنا أخذه وأدافع عن المغرب وعن ملك المغرب وعن النظام المغربي
في غير في 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 محافل أخرى عند المشارقة عند اليمنيين أقول شهادة لله أن هذا النظام ليس قمعياً، ليس قمعياً. النظام المغرب المغربي الملكية الموجودة في المغرب، المخابرات المغربية الداخلية المغربية، للأمانة نكون واقعيين يعني، وخصوصا إذا ما قارناها بالمشرق الله يسلم الله عليهم، يعني ليسوا قمعيين، ليسوا أولئك الذين يراقبون الشهيق والزفير عند الناس يعني كما يحدث في السعودية. السعودية السعودي ما يجرؤ حتى يحلم، يعني تخيل واحد سعودي في الجنوب في جنوب السعودية يقول أنا مع عودة نجران وعسير إلى اليمن، بس يقول قول هكذا قول يودوه وراء الشمس أو ينفرض أو يطالب بالانفصال أو شيء، ما فيش مرحميني. لذلك أنا أرى أنه النظام المغربي والسلطة في المغرب هي ليست قمعية، لا تستخدم الحديد والنار. ربما بعض الناس سيختلف معي الآن، بعض الناس يراها قمعية وما فيش لك رأي، الله يا أخي أنا شايف أنه عندكم هامش وعندكم ديمقراطية حقيقية، وتقدروا تقولون أن الديمقراطية ازدادت عندكم وزعتوها أنتوا للمغرب، لأنه حقيقة في موجود ديمقراطية في المغرب. بهذا الدليل، في دليل أكثر من هذا يا جماعة، أنه واحد انفصالي يدخل ويخرج ويتنقل داخل المغرب بأكمله وهو انفصالي، والحكومة تعلم أنه انفصالي وأنه لا يؤمن بشيء اسمه الصحراء المغربية، وقد يكون بجواز مغربي. ها؟ إذا لم تكن هذه هي الديمقراطية فما هي الديمقراطية؟ إذا لم تكن هذه حرية الرأي فما هي حرية الرأي؟ حتى لا يؤمنون هؤلاء الناس الذين بما أنه يرى الملك محمد السادس محتل فهو لا يجي له بالولاء، هو لا يراه ملكا، هذا الانفصالي الذي في العيون لا يرى الملك محمد السادس أنه ملكه هو، لأنه يراه محتلا. ملكه هو إبراهيم غالي، هناك إبراهيم غالي، ويطمع ويؤمل على أن ستكون لهم دولة ويسرح ويمرح في البلاد بشكل سليم. أنا يعني كنت أتمنى، أين تجار المقدسات من هؤلاء؟ أين أولئك التجار المقدسات وخصوصا قداسة الملك عندهم؟ أين هم لم يتكلموا على هؤلاء؟ أنا أستغرب والله العظيم، يعني يجي لك مثلا الواحد مثلا قال في الملك حاجة قبل 4 سنين ويعوك ويلو. طيب كلمونا عن مغاربة لا يدينون بالولاء للملك المغربي ويعتبرونه محتلا ويعتبرونه مغتصب لأرضهم ويطالبون بأرض جمهورية داخل الصحراء. أينكم ما تسلطوا الضوء على هؤلاء حتى نفهمهم؟ هل هي ديمقراطية عندكم أم أنه حكومتكم في المغرب دائرة نية بالزاف؟ لأنه بصراحة الله سبحانه وتعالى يقيكم مصارع السوء ربما بسبب هذا الطيبة التي في ملوككم وفي حكامكم، أنه ما ليسوا خبيثين، ليسوا خبيثين حتى لا يناصبون العداء حتى الانفصالي، قدوا انفصالي داخل الأقاليم الجنوبية بيسرح ويمرح ويروح ويجي ويمشي ولا كأن أحد يمسكه ولا أحد شيء. أنا أتمنى من الإخوة في الردود في التعليقات، أنا سأقرأ تعليقات هذا المقطع تحديدا، سأقرأ التعليقات فيه وربما أفتح لايف وناقش هذا الأمر، أناقش وجود انفصاليين داخل الأراضي المغربية يأتون بجوازات أوروبية وقد بعضهم بجواز مغربي ويسرحون ويمرحون. أريد أسمع الآراء، لأن الأخت مريم أمس يعني بصراحة رغم أنها تكلمت بطلاقة ومرأة فصيحة لكنها ما قنعتنيش، يعني هم قليل، تقول لي هم قليل ليس لهم أثر، هي بس يعني سبحان الله هذولا ممكن يكون لهم أثر على المدى البعيد، يعني هذولا ممكن. أنا هنا لا أحرض لكن أنا أريد أفهم، يعني هل الوحدة الترابية عندكم مقدسة أم أنها وجهة نظر؟ إذا هي وجهة نظر قولوا للناس يا أخي من أراد أن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بالصحراء المغربية، لكم المجال. وأنا الذي أعرفه أنه لا نقاش عند المغاربة في مغربية الصحراء، لا نقاش إطلاقا، يعادون ويوالون على هذا الأساس، وهذا مغربي وداخل ويسرح ويمرح ولا يرى بمغربية الصحراء. فإحنا نريد نفهم هل الوحدة الترابية والصحراء المغربية قضية لا نقاش فيها، قضية لا نقاش فيها، ومن ينكر مغربية الصحراء هو خائن ويخون خصوصا إذا كان مغربيا، أم أنها قضية وجهة نظر؟ وجهة نظر يا المغاربة أنتم حرين، اللي يرى بمغربية الصحراء يراها، اللي يراها غربية يراها، واللي يراها مغربية يراها، بحريتكم امشوا وطلعوا امشوا وانطلقوا براحتكم. هذا الذي أنا أريد أن أفهم. الأخت التي كانت تناقشني أمس قالت يا أخ سعد هم ليس لهم أثر، هم يعني شرذمة قليلون في إطار الأسرة، يعني تستطيع تقول ليس لهم تلك ذلك التأثير، ونحن قد أقنعناهم وهم قاعدين يقولوا ويغيروا أفكارهم إلى أفكار إيجابية. أوكي أنا ما أختلف معك يا أخت مريم والإخوة الصحراء، لكن أيضا تعتبر هذه خلايا نائمة، يعني شوفوا مثل عندنا في اليمن
عند مقام الثورة 26 سبتمبر تركت عندنا بقايا ما يسمون أنفسهم بالهاشميين، هذول اللي هم الحوثيين اليوم كانوا خلايا نائمة لا نعدهم شيء، وكانوا يدسون السم ويقنعوا هذا ويقنعوا هذا ويخلخلوا الأسرة ويخلخلوا المجتمع، إلى أن أصبحت البيئة أموال وأصبح لهم كلمة. هم الآن قليل، ترينهم أنتم أن ليس لهم أثر وليس لهم قيمة وليس لهم أي تأثير، لكن ما يدريك أن يظل هذا الموضوع هو هكذا، أنه يبقى أنه ليس لهم أثر ولا شيء. الله أعلم كيف ينقلب الأمر وتتحرك هذه الأمور. والله إذا كانت هذه حرية تعبير فهذا يعني يحسب لكم أنتم في المغرب حقيقة، يحسب لكم أنكم تتقبلون كل شيء، تقبلوا اللي يرفض التطبيع، الذي يرفض مغربية الصحراء، الذي حتى الذي لا يدين الملك بالولاء تقبلونه. عجيب أمركم، والله عجيب يعني عجيب أمركم. وأنا بصراحة أنا أحب الحرية، أنا أحب أن يكون الإنسان فكرة ويكون الإنسان قراره، لكن فيما لا يمس سيادة البلاد والوحدة ترابية البلاد. أنا هنا والله لا أملي عليكم، لا حد يقول لي أنت من أنت حتى تملي على الحكومة المغربية أو المخابرات المغربية، لا حاشا لله، أنا أقول رأيي فقط. أنا قاعد أطرح بينكم تساؤلات نتساءل أنا وأنتو حولها، نتناقش إن شاء الله. أنا سأفتح لايف بإذن الله ربما الليلة أو غدا، ما أعتقدش الليلة ما إيش عندنا الليلة، لا ما أعتقدش الليلة ربما أكون في تويتر إن شاء الله، وحساب تويتر موجود في الرابط لمن أراد أن يتابعنا هناك. نفتح بكرة إن شاء الله، بكرة نفتح حول الانفصاليين الموجودين داخل المغرب الذي هم في تندوف ولا يعنوكم، خلاص هم في أرض غير الأرض المغربية، لكن الانفصاليين الذين داخل المغرب على أي أساس يتنقلون ويمشون، وهذا هل هذا نوع من التساهل الغير مبرر من الحكومة، أم أن هذا يندرج تحت حرية الرأي وتحت حرية الديمقراطية؟ هذا الأمور أنا والله أنا ما قدرت أكون فكرة. إذا أي واحد يجي يقول لي الدعارة والداعرات والفاسقات وبائعة الهوى، وأنا حاشا لله أنه سيكون لي هذا موضوع مستقبلي إن شاء الله. وأنا أعتذر من كل العائلات والأمهات والأخوات والبنات، بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا في المغرب وفي الجزائر وفي بريطانيا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان يتابعونا فيه، سامحونا والله سامحونا فعلا، يعني عكرنا ذائقتكم شوية وسببنا لكم تلوث سمعي وخدشنا وقار العائلة وقار الجلسة وقار اللايف. مانا نحن سنخوض إن شاء الله في الصحراء الشرقية المغربية والصحراء الغربية المغربية، ونخوض في الاقتصاد والأمور هذه والأمور الفكرية، دعارة ما دعارة إحنا لا نريد أن نخوض فيها أبدا، طبحت الصورة للناس كلهم. وبعد أم حسن ما عاد فيش كلام أصلا، بعد أم حسن انتهى الموضوع، إلا في إطار السرد التاريخي، يعني إذا كان هناك سردا تاريخيا كما يقوم به الأخ عبد الحق الصنبي، لكن تجاذبات والمغربيات والمغاربة لا، فيما يخص السرد التاريخي ممكن أن نسرد سرد تاريخي ونثبت مثلا كما أثبت عبد الحق الصنبي ونسف موضوع بوسبير، هذا حق من حقهم يعني كنقاش تاريخي نقاش وثائق، أمر لا غبار فيه ولا غبار عليه، والأمر هذا يعتبر منتهي، وإن شاء الله لن نشوشكم ولن نجرح ذائقتكم ولا بشيء. كلكم على عيني وراسي، وأراءكم مقبولة وأراءكم محل تقديري واحترامي، ما عاد عندي ما أقول لكم إلا جزاكم الله خير. أنتم الأصل، أنتم الداعمين، أنتم كل شيء. على فكرة سامحوني أعطوني 5 دقائق إضافية أضيف على مسألة، ولا بلاش يلا علشان ما نطول شيء، نعمل لها لايف مستقل إن شاء الله، نعمل لها لايف مستقل بإذن الله. لا نمل، قول كمل، لا أنا أريد أن ينتهي اللايف وأنتم ما زلتم مشدودين، عشان لما يجي اللايف الثاني يجي وأنتم مستعدين وأنتم كذا متحمسين. أعطونا عيوبنا، رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي، المؤمن مرآة أخيه، أيا كونوا مرآة مثل الناس، كونوا مرآة نقية صافية هكذا لا تجامل، أعطوني العيوب بشكل كامل. الإخوة الجزائريين، الإخوة المغاربة، الإخوة اليمنيين، الإخوة المتابعين من كل مكان، الله يزوجكم كلكم. أنا لي زيارة قادمة إن شاء الله إلى باريس، سأكون في باريس وفي جنوب فرنسا إن شاء الله، بدعوة من أسرة جزائرية، في أسرة جزائرية عزمتني في باريس كنوع من أنواع أنه لا تفكر أننا سيئين، هذه مبادرة من أسرة جزائرية عزمتني، أنا لا أعلم منهم والله أعلم يطلعوا يعني يتبوني والله ما أدري، لكن هؤلاء عزموني قالوا
تعال يا أخي، حتى قالوا الطائرات التذاكر الطيران على حسابهم، قلت لا الطيران على حسابي أنا، أقطع على حسابي أنا، نجي نقعد عندكم يومين نشوف إيش عندكم. قالوا يا أخي أنت، إحنا من متتبعينك القدامى لكن لنا بعض الأمور، تعال نصلح الجو كذا. وأيضا في عائلة مغربية عزمتني في جنوب فرنسا، في نيس، في مدينة نيس، سأذهب إلى نيس وإلى جنوب فرنسا إن شاء الله. وأي أفكار في هذا الجانب أنا ما عندي شيء مشكلة. وبعدها سننطلق مباشرة إلى المغرب بإذن الله في رحلة ستكون مميزة للغاية. هذا السفرة ستكون مختلفة عن سابقاتها. أولا سنذهب في الصيف، وصيف المغرب ليس كشتائها. أخيرا سنذهب بالتيشيرت، التيشيرت العادي، كنا في الشتاء كنت لابسنا هذيك الجلابة الكبيرة الثقيلة وهذيك اللي حق مراكش، هذه سنتنقل وسنستمتع بالشمس وندخل البحر ونروح ونشوف الزراعات ونشوف أشياء، سيكون وجهتنا إلى الجنوب إن شاء الله بإذن الله. وأنا أحب السفر وسأسافر أينما سنحت لي الفرصة، نطير على طول، ما عندي، ما أقدر أنا أبقى في بريطانيا شهر. إذا قعدت في بريطانيا شهر أكتئب، هي بلد بنت 60 كلب، ما أحبها أنا هذه بريطانيا، ما أحب أبوها نهائيا والله أنا، خصوصا هذه لندن قرف قرف حق شيشة، لازم تكون شيشة، تروح شيشة في الليل تمضي الليلة، ولا وين تروح، ما بلدنا ما أحبهاش. لذلك سيكون لنا سفريات وسفريات. الله يزوجكم كلكم. أيوة، لقاءات للقاء إن شاء الله قريب مع الأخ عبد الحق الصنايبي. عبد الحق الصنايبي، دكتور عبد الحق الصنايبي لديه ما يقوله، سيكون معي له لقاء الآن، اتصل بها الآن بعد ما كمل اللايف، نعمل معه تواصل. إذا الأمر كان ملائما بيكون بكرة، إذا هو كمل أموره كنا لقاءنا بكرة. القطار فاتكم القطار. وأيضا لدي شخص مختص في الجانب الاقتصادي، بالجانب الاقتصادي، ملم دكتوراه في الاقتصاد، نشتي نعرف موضوع الاقتصاد، البطالة في المغرب، الفقر في المغرب، المشاكل الاقتصادية، لماذا التضخم، وهذه الأمور اللي احنا ما نفهمهاش حقيقة سنأخذه. وعندي أيضا أخ آخر يفهم في مسألة الأشياء التي ما نفهمهاش احنا كمشارقة، في مسألة إمارة المؤمنين وأمير المؤمنين والنظام الملكي والخصوصية الملكية المغرب، وما سر أنه هذا الملكية نجحت واستطاعت أنه تصيغ المغاربة الذين هم يختلفون عقائديا وعرقيا وحتى لغويا، يختلفوا صاغتهم في قالب واحد مغربي جميل تحت هذا الضامن الذي هو الملكية. نريد نفهم هذا الأمور، وأنا بحثت عن أناس مختصين في هذا الجانب بفيوديون إن شاء الله. وفي شخص آخر مغربي دكتور يقول أنه دكتور، هذا هو داخل معايا في تحدي، وقال يا أخ سعد أنا سأقنعك بالتطبيع. قال أنت ضد التطبيع، أنا سأقنعك بالتطبيع. فقلت له وأنا أريدك أن تتيح لي الفرصة، قلت له حاضر. فكنا المفترض أنه نعمل معه اللقاء قبل أن تغلق هذه قبل أن تغلق القنوات. قلت له حاضر إن شاء الله ننسق معك، ومو قضية تقنعني أو ما تقنعني، نتناقش أنا وأنت في موضوع التطبيع. وعلى ضوء ما قيل وقال بأن الخراب وصل إلى الباب، وأن التطبيع جر عليكم الويل، وأن المغرب بخير إلى أن طبعت، وأن هناك كما قلنا أشياء تحدث داخل الدولة المغربية لها بصمات يهودية وصهيونية، سنطرحها عليكم نشوف هل التطبيع هذا مغذي ولذيذ، هل ستستفيدون من التطبيع أم لا تستفيدون، من مناقشة دكتور في السياسة، دكتوراه في السياسة. إن شاء الله أيضا سأنسق معها اليوم إذا هو يسمعني الآن. أتمنى يعمل لي رسالة، لأنه هو يراسلني عبر تليفون القناة، وتليفون القناة في آلاف الرسائل، بس يعمل لي كذا رسالة عشان ألقاها بسرعة، أتمنى ذلك. تحياتي لكم جميعا، ونراكم يعني في حلقات نقاشية قادمة، حلقات نقاشية، وسعوا صدوركم وسعوا أفئدتكم، إحنا بتناقش بحيث أن إحنا نفهم المهم أن إحنا نفهم، احنا لسنا مؤطرين لا مع احد ولا ضد احد، احنا نفهم، وعندما نفهم نتبنى الفكره، وعندما نتبنى الفكره ندافع عنها بكل قوه. احنا ما نستطيع مثلا نكون ببغاوات نسمع ما انا لست ببغاء ولست ذلك الوعاء الذي يعبأ، لا انا عندي مخ وعندي عقل وعندي راي، اريد افهم، اريد اقرا، اريد اتفحص، واجيب فلان اجيب علان، ما تلاقوا واحد مثلي قبل أن أكون الفكرة، أجيب واحد مختص من داخل له علاقة بالموضوع وأناقشه ويناقشني وأنتم تسمعون، وفي الأخير نكون فكرة بحيث ما لا نذهب لا مقدس ولا ثواب الدولة ولا شيء، لا في اليمن ولا في المغرب ولا في الجزائر. الله يزوجكم كلكم، ونراكم في رعاية الله وحفظه، وسلامي مني عليكم يا حبايب.